اليوم كان واحد لقاء تواصلي مع الناس ديال المكناس ورؤساء الجمعيات والمدربين استعدادا لكأس الجهة اللي هو مع شراكة مع مجلس أفدال فاس، وخذينا واحد الرؤية على طريقة ديال العمل، لأن بعد الجمعيات ما تواصلناش معهم، وكانت هذه فرصة باش وضحنا لهم المشروع ديالنا اللي الحمد لله دابا ماشيين فيه، باش يكون عندنا عدد ديال الرخص وكذلك الانخراطات ديال الجهة والعصبة. والحمد لله داز هذا الشيء بواحد الجو أخوي، وكان تجاوب، وهذا الشيء مصلحة الرياضة، لأن التواصل مهم بالنسبة للمجال ديال التايكواندو، خصوصا أن التحكيم مسجدات كاينه دوره تحكيميه يوم الجمعه ان شاء الله، اللي ضروري باش يحضروا المدربين والحكام لمعرفه مستجدات رياضه التايكواندو. نتمنوا النجاح ان شاء الله في هذا كاس الجهه باذن الله.